الحرية هي روح الإنسان وأنفاسه، وكم ثمن هذه الأشياء؟ على هذه الأرض ما يستحق الحياة. العبيد فقط يطلبون الحرية، والأحرار يصنعونها. مش عصفور في اليد خير من العشر فوق الشجرة؟ أفضل الحياة المحفوفة بالمخاطر عن السلام المكبر بالعبودية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ العصفور الحر كيتيح يعطي للذل كارو.